مشاهدي شاشة زرقاء وين ما كنتوا على امتداد الوطن الحبيب وخارج ربوع البلاد، أهلا بكم في لقية خاصة جدا في سهرة مختلفة ومتنوعة مع فنانة ذات طراز مختلف، فنانة لقيت لنفسها طريق براها، بتأدي أغانيها بطريقة مختلفة، بتحكي سعاداتنا وقيمنا الأصيلة السودانية. سعيدين جدا إن تكون معنا بنت العباسية ملكة الرق ميادة قمر الدين. Baby.
يا سلام عليك يا مياد، والله احنا سعيدين بك جدا، وتحية خاصة برضو لفرقتك الموسيقية، اهلا بك في سهرة احنا عايزين نغوص فيها في تفاصيلك، نتعرف عليك بطريقة اوسع. ميادة بعد ترحبي بالمشاهدين، ورينا انت اختفيتي وين. مرحبا بك يا مهاد، ومرحبا بقناة النيل الأزرق وكل المشاهدين الكرام. القناة اللي أنا بعتبرها بالنسبة لي القناة الأم. قلت لي غبت وين؟ طبعا سنة أو سنة ونص، طبعا بعيدة من ال وسنتين بالتحديد، بعيدة من الأجهزة الإعلامية كلها للظروف اللي كانت يعني صح في البلد، في البلد وكده. ما عايز نغوص في السياسة. أيوة. أي لكن إن شاء الله أنا هسي رجعت، وإن شاء الله رجع بقوة بإذن الله. إن شاء الله يعني ما راقدة لك فوق راي يعني. والله وبرضه راقدة لك فوق راي. سعيدين بك يا مياد. المبدع أو الفنان دائما بيكون عنده هم، بيكون عنده رسالة وعنده حلم معين بيمشي في طريقه عايز يحققه. في ناس كثيرين بتجاوزوا النقطة دي يعني، بس أنا بشوفك كمياد الليلة بنسى تاريخك وصعوبات اللي أنت مريتي بها، وأنت دايما في لقاءاتك بتقولي إنك لما دخلت الوسط الفني ما لقيت صعوبات، لقيتي ناس أخذوا بيدك، لكن الصعوبة واجهتك في التنشئة، خاصة إنه أهلك كانوا رافضين إنك تغني. فعلا طبعا أنا إذا جيت أرد لك على السؤال ده هرجع لك شوية يا مهاد عليه. بداية إنه أنا قبل ما أدخل الجو بالغد، أنا طبعا الأسرة هي كانت رافضة تماما الفكرة بتاعت الغنى دي، وأنا في الوقت ذاك بالنسبة لي برنامج نجوم الغد هو حلم يعني إنه أنا أدخل البرنامج ده، لأنه كنت يعني بشاهد في البرنامج ده وفي ناس كثيرين كنت أنا معجبة بهم جدا يعني، فحسيت إنه البرنامج ده ممكن يطلع موهبتي. هو يعني صراحة انا ما كنت اخذت انه انا في يوم من الايام انا حامشي يعني احترف الغناء يعني، قلت بس حي الفتره بتاعت المسابقه بتاعت نجوم الغد وخلاص. ايوه. اهلي ذاتهم ما كانوا مقتنعين اصلا بفتره نجوم الغد. لكن بعد كده انا قمت دخلت البرنامج، ويعني هم برضو لغايه انا دخلت البرنامج وكده هم ما موافقين تماما، لكن طبعا استاذ بابكر الصديق دائما انا كنت بحكي له بالحاصل وكده، ويعني اخذ بيدي كثير. قلت لي انا ما لقي الصعوبات، انا لما دخلت بجد على وسط ما لقيت الصعوبات، لانه كان في برنامج اسمه نجوم الغد. أيوة. بيقدمك بطريقه مختلفه. صح. يعني استاذ بابكر انا كل مره يا مهاد بقعد بقول في الكلام ده، هو كان بياخذ بيدنا وبورينا يعني مثلا انا لونيتي ماشيه كيف، انا مثلا الاغنيه دي بتجي معاي، الاغنيه دي ما بتجي معاي. ف كويس سالتيني السؤال ده، عشان انا من هنا يعني انا بتمنى انه البرنامج ده يرجع تاني، وعشان ناس كثيرين برضو يلقوا الفرص اللي نحن لقيناها دي، ويكون في شكل غنى معين يعني مطروح في الساحه بكل احترام. كلام جميل جدا، واكيد التحيه لاستاذ بابكر. حنسمع شنو؟ هنسمع طبعا انت رجعتني لبرنامج يوم الغد. طبعا انا اول ما بديت برنامج يوم الغد ده بديت بالحقيبه وبديت بالسيره، بديت لك انا هسه بالسيره الاغنيه كلمات والحان هيثم عباس، والان حغني لكم اغنيه حقيبه. تفضلي. Thank you.
وطيب بنزغ فضح للوزوزة يا سلام عليك يا ميادة، أبدعتي وأمتعتي، وبرضو بنحيي فرقتك الموسيقية. تسلم يا ميادة، ربنا يديك العافية إن شاء الله. إن شاء الله ميادة، نجوم الغد، قبل نجوم الغد وبعد نجوم الغد ميادة تغيرت، كلام ده صح؟ من ناحية شكل ولا من ناحية شكل؟ سؤال دايما بيسألوا ليكي الشكل. يعني شوفي يا ميادة، الشيء الطبيعي إنه الإنسان على مر السنين إنه يتغير. يعني هسي انا قبل سنه ما نفس الشكل اللي هو فيه انا حاليا، فانا نجوم الغد كانت في 2013 والان احنا في 2021، فالشيء الطبيعي انه انا اقوم اتغير. يعني صح، حتى نحن ما نحصر الموضوع في شكلك وفي اللوك بتاعك، بشكل الاداء بتاعك برضه. شكل الاداء بتاعي اول حاجه، بعد من هنا بحيي استاذ بركه الصديق وبرسل له التحايا. انا لما جيت دخلت نجوم الغد، دخلت انه انا بحب الغنى الشعبي، وبعد كده فبدأت اغني، فهو قام شاف فيني انه انا امشي في الخضه، وكان طوال بيتكلم معي في الحته دي وكده. حتى هو يعني انا ما انكر حقه، هو اول من قال لي شيل الريك، وانا قلت له استاذ يعني انا اهلي يعني ما سامح لي انه انا اغني، فقصتي لها اشيل الريك دي حاجه صعبه. قال لي لا، انت لو شلت الريك هتكوني اول زول او اول مره شالت الريك. يا سلام. فقمت قلت له خلاص اوكي. قال لي يعني انا عايز اساعدك وكده، وبالفعل. فانا لما قمت مشيت في الطريق ده يا مهاد، وسبحان الله يعني انا لغايه ما دخلت بغني شعبي وكده، لكن ما متخيله يعني انا امشي في الحته دي. فهو زي شاف انه انا الحته دي بتشبهني. فبعد كده طورت نفسي يعني أكيد. عملت غناي من هنا، انا بحيي هيثم عباس الشاعر، يعني رفيق البدايات بتاعك. هو هيثم عباس، انا دائما بقول هو عرابي. يعني انا اي لقاء بجي بعمله بذكر اثنين، بذكر استاذ بابكر الصديق وبذكر هيثم عباس. يا سلام. فبعد كده خلاص، بعد كده انا طورت نفسي في 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 الحته اللي انا بتشبهني، لغايه ما وصلت يعني للمرحله دي. سلام، ان شاء الله تصلي كمان اكثر واكثر. ميادة، خلينا نجيب شويه على الغنى الشعبي. الغنى الشعبي معروف انه كلماته بسيطه والحانه برضه سهله، هو سهل الممتنع زي ما بقولوا. من زمن محمد احمد عوض، الكحلاوي، بيأدي رسائل كبيره. انت شايفه نفسك ماشيه في المدرسه دي، تقدر المسؤوليه دي؟ طيب نحن نجي للمسمى بتاع غنى شعبي دي ذاتها جات من وين؟ هو غنى كانوا بغنوا البنات بتاعين الحلة، عرفتي يعني بنات الحلة يمسكوا الجردة اللي يغنوا. ف يعني تحية للراحل المقيم يعني محمد أحمد عوض ولأسرته.
فهو قام شاف انه الحاجه دي ممكن يعني تتغنى بطريقه غير مسلك الحقيبه، فقام سمى الحاجه دي او سماه غنى شعبي. كويس. فطالما انه حاجه هي كانت بسيطه وبغنى نسوان، بالتالي انا لما جيت لقيتها بالنسبه لي انا سلسه جدا، وهي قريبه يعني من 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 من, من يعني قريبه لقلبي يعني من اي غنى ثاني. وبعدين هو غنى صعب يا مهاد، يعني انت الليله لما تيجي تغني شعبي انا بغني من غير مزيكا، يعني انا بديت من غير مزيكا، فقمت يلا لقيت صعوبه في الحاجه دي. فدي حاجه بتوريك انه الناس اللي سبقونا دي الناس يعني عظيمين جدا جدا، وكان عندهم حناجر. يعني انت بتتكلي على الحنجره بتاعتك كويس، ومعاك الكورس والايقاعات فقط. كويس. بعد كده يلا انا صراحه مرحلت حتى في الحته دي انا عايزه اتكلم لك عنها شويه اذا سمحت لي. انا مرحلت فيها كثير، جيت غنيت شعبي بالايقاعات وكان الكورس رجال، ثاني يلا قمت غيرت رجال نسوان، ثاني قمت عملت لغايه ما وصلت لشكل الفرقه اللي هي قدامك دي. فهسه انا خلطت الادوات الشعبيه مع المزيكا لغايه ما وصلت الحته دي. طيب دي نقطه برضو احنا حنجيب على رايك شنو نغني؟ هيك جدا نغني، لكن ما حغني شعبي، حغني لك حاجه. اتفضل. ايوه تقول لك شعبي. والرابط
استاهلك تهرب كدا، القصة واضحة من الأليف من أوله مما بدأ. يا سلام، شكرا على التطريب العالي والإحساس الصادق يا مريال. من الكلمات والحمنه الأغنية دي أغنية شريرة، كلمات والحان هيثم عباس، ودار أوريك إنه يعني قبل الحلقة دي سألتيني عن من 2013 ل 2021 بعد ما أنا عملت الفرقة بتاعتي عملت لها سيلكشن وكده، فكرت إنه أنا برضو ما أركز في الشعبي بس، يعني أنا المفروض أعمل أعمال تانية عشان ألون يعني وكده. فدي واحدة من الأغاني ان احنا قدمناها انا وهيثم عباس ومعاه كم اغنيه كده، لكن انا حبيت الليله يعني اوريكم لها كنموذج يعني في الحلقه دي. طيب كلامك ده بيقودني لسؤال طوالتي، الغنى الشعبي بيحتاج لخامه صوتيه معينه، وفي ناس كثيرين كانوا بيشوف انه مياده دي حاصره نفسها في مدرسه معينه، مدرسه الغنى الشعبي، مع انه انت صوتك احساسه عالي، عايزين ينطربوا اكثر مما انهم يتحمسوا. انا يا 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 مهاد احساسي ده قادره اطلعه تماما في 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 الغنى بتاعي. طيب عندك زمان استاذنا الكبير كمال ترباس كان بيغني الغنى كله بشعبي يعني، كان بيغني فالغنى بتغنى بموسيقى، كان هو بيغنيه بالادوات الشعبيه، فطالما هو الصوت متوفر والخامه متوفره بتاعت الصوت دي قادره تغني اي حاجه. الحاجة الثانية اللي عايزة أقولها لك يا مهاد، أنا طبعاً مع هيثم عباس قعدنا وقمنا لما عملنا الغنى بتاعنا في الاستديو، كان بيعمل لنا أستاذ عبد الله قباني اللي هو الآن هو في الفرقة بتاعتي، فلقينا أيوة لقينا في اختلاف ما بين إحنا الحاجة في الاستديو وما بين الحاجة إن إحنا بنعرضها برا في الحفلات، فقررنا إنه نعمل الحاجة دي اللي هو نخلط بين الشعبي و المزيكا، لما المزيكا ما كتير يعني احنا ضفنا الاورجن البيز والجيتار، هو اصلا الات يعني ممكن عادي تكون هنا اي ان الات شعبيه صح. حتى الدرامز بتاعي يعني درامز ما الكتريك، فدخلنا البيانو ليه عشان نقدر احنا يكون عندي سلم محدد انا اقدر اغني به وكده. فبعد ما الفرقه وصلت المستوى ده انا قدرت ارتاح في انه اغني وقادر اغني باي حاجه يعني انا اي اغنيه انا بقدر اغنيها بفرقتي، لكن انا حابه اطرح نفسي يعني انا كمياده كويس. ف يعني انا شايفه انه انا شخصيا ما عندي صعوبه في انه اغني اي اغنيه، اي اغنيه انا بغنيها بفرقتي. ما شاء الله انت في كل الاغاني بتصل للناس. طيب يا مياده والرق، يعني انتوا اصحاب شديد جدا، هل انت الرق ده شايلاه يعني قشره او موضه، ولا انت بيساعدك على ادائك خاصه انك بتعزف عليه؟ في رق بالشال قشره ستايل معك. انا الريك ده صراحه ارتبطت بي وارتبط بي خلاص، بقيت انا ما حقدر افارقه، حتى لو انا بغني في اغنيه عربيه انا ما حقدر انا افارق الريك بتاعي ده نهائيا، لانه بعد مرات انا بتجيني لحظات كده وانا بغني لحظات بتاعه تجيلي كده بقوم بشيله يعني، وفي حتى في الحفلات بيكون قاعد جنبي في السيبيا كويس، واذا جات هنا بشيله بدق بيه كده، فانا ما يتخيل لي انا حفارق ولا هو حيفارقني يعني. ايوه صديقك الصدوق دائما، صديقي الصدوق جدا. طيب ميادة حنسمع شنو؟ حنسمع اغنيه طلق النار طلق لهيثم عباس، هي كلمات والحان شاعر هيثم عباس.
ابدعتي وامتحتي وحمستي الناس كلهم هنا في الاستوديو. تسلم يا مياده. الله يديك. مياده معروف عنك انك عندك مواقف سياسيه يعني نابعه من انك بتبلد حقيقي، يعني ما حاجه مثلا انت بتتكسبي منها. حضرت لك مره الغاب بتقولي انه بقولك انت بتحب منو الرومانسيه في حياتك، بتقولي انا بحب السودان، ده حبي الاول والاخير. طب مياده انت عندك اغاني سياسيه او حتى اغاني بتعالجي فيها قضايا اجتماعيه؟ أول حاجة يا مهاد أنا ما زولة سياسية يعني،
لكن انا يعني مع الناس يعني مع الشعب يعني. وانا قبل طبعا قلت لك انا ما عايزه اتكلم في السياسه وكده لان اخذت مني كثير يعني. صح. انا جزء واحدة من حاجاتي انه انا ما جيت التلفزيون وبعدتها وكده، ما كان عندنا نفس انه انا ذات واغني هي السياسه دي. فانا ما عايزه اتكلم فيها كثير، لكن انا ما زلت حقول لك انه انا محبوبي هو السوداني. صح. من غير انا ما اتكلم في اي حاجه واغنيه محبوبك الاول. طيب الأغنية المحببة لقلبك، دائماً يسألوا فنان بيقول لك الأغاني دي كلها أولادي يعني، ما بفرز بين أغنية أغنية، لكن ميادة صريحة معروفة إنك صريحة، أكثر أغنية بتحبيها شنو؟ أغنية السيدة بتاعي. سر الحب؟ لأنه الأغنية دي أنا غنيتها في وقت صعب وكان أثناء الثورة. عشان كده هي بالنسبة لي، وأنا كل ما أجي أغني الأغنية دي أو أذكرها يعني، يعني بتأثر جداً، فدي من الأغاني المحببة لي. طيب مياد انت شايفة نفسك عندك منافسين ولا لا؟ هي الحياة من غير منافسة ما بتكون حلوة. منافسين بالنسبة لي يعني للغنى؟ منافسين في الغنى. والله شوفي يا مياد، اول حاجة اي زول في اي فنان في الوسط الفني ده عنده حاجة معينة او عنده هو مشروع معين عايز يصل له ولا كده، ما اظن بيكون يعني في مشروع بيشبه مشروع او في شخص بيشبه الثاني او كده. لكن انا عندي منافسين دي انا والله صراحه ما عارفه، لكن انا ماشيه في دربي ولسه انا بعتبر نفسي انه انا لسه ما وصلت. عندي كميه من الحاجات، كميه من الحاجات اللي هو انا ما عايز افصح عنها هسه، لكن ان شاء الله هي حتفصح عن نفسها في الايام الجايه باذن الله. ان شاء الله وكلنا منتظرين. حنسمع منه كلمات منه والحان منه، حنسمع شنو؟ طيب احنا هسي حنسمع اغنيه برضه هي كلمات والحان هيثم عباس. هيثم عباس ده حتلاقيه كثير ماشي معي لانه احنا كوننا ثنائيه مع بعض جداً. ايوه. و حنسمع اغنيه بتاعت تمتم علشان يمزعوا له، هي اول مره انا اغنيها على قناه النيل الازرق يعني، باعتبارها هي الاغنيه الوحيده الجديده في في الحلقة اللي هنا. أنا حصرية لي. نسمع. علشان يوسع حلو اسألني الله حلو، 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 أجيب ليل ما في عنده هو يسألني الله حلو، بيع عطر وأنا أسنده اسألني الله حلو علشان يوسع حلو اسألني
كلام حلو، أول مرة نسمع النوع ده في أغانيك. بالعكس كان عندي أغاني طمطم كثير أنا. الرسالة الموجهة في الغنى. لا الرسالة موجهة، طبعاً أنا وهيثم بنمتاز غنانا بإنه فيه رسائل. وسبحان الله يا مهاد أنا لليلة ما غنيت للحب. دي بدي شوية دي حاجة غريبة. مشوار حسيبها. يعني دي شوية كده يعني بتمهم. طيب مهاد علاقتك بالمطربين العرب كيف؟ يعني الشعبيين خاصة شعبان عبد الرحيم له الرحمة والمغفرة وطارق عبد الحليم، هل هي علاقة تواصل ولا أنت عندك فكرة معينة عايز توصلي الغنى السوداني للعالمية؟ هو والله طبعا ذكرتيني ببرنامج وتر عربي، هي العلاقة جات من البرنامج بتاع وتر عربي، كان مشينا كلنا فنانين سودانيين وكان البرنامج عباره عن فنان سوداني وفنان عربي، وانا وقع الاختيار علي انه انا اعمل مع فنانين شعبيين، واحد اسمه طارق عبد الحليم وشعبان عبد الرحيم. ممكن شعبان عبد الرحيم شويه كده انا اتكلمت معاه يعني ربنا يرحمه ويغفر له يعني، فقعدنا نتكلم في الفن الشعبي المصري والفن الشعبي السوداني. انا طبعا يا مهاد احب جدا الفن الشعبي في اي بلد، لانه بحس به تراث يعني حاجة أصيلة يعني ما بتموت، عمرها ما حتموت. صح. بل نحن يجب علينا إنه نحن نقوم نطورها ونستخدمها استخدام صح في شنو؟ في إنه نحن نبرز حاجاتنا من خلالها. كويس؟ فالمهم أنا قمت اتلاقيت مع أستاذ شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمه ويغفر له وتكلمنا كثير، ويعني قعدت أسأل فيه يعني إنه أنتوا الفن الشعبي بتاعكم ده بدا كيف؟ بصراحه كده لقيته ما عارف بالفطره هو آه، لكن بس هو كان زول لذيذ كده، وبعد كده يعني كنا متواصلين مع بعض من البرنامج ده في مسجات في كده، فلكن يعني انا ما عندي علاقه بهم كانت قويه شديد كده. أيوة. حتى بتذكر في حلقه انا والفنان طارق عبد الحليم ده غنينا الكنداكه مع بعض بالفرقه مصريه. يا سلام. وكان سهل جدا يعني. صح. انا وريتهم بدقاه كيف وكده وغنوا يعني. وكده انت مشيتي في الطريق ووصلتي غنانه يعني. هو ما وصل يعني، يعني انا هي كانت لي كفكره انه شنو ممكن الحاجه تتصل. بتصل هي ما صعبه، لكن احنا لو سيبنا الفلسفه الكثيره في المزيكا وطلعنا واقعنا انا بشوف ده هو بيكون احسن وافضل يعني. كلام جميل. الامام الحبيب الراحل المقيم صادق المهدي وعنده وقت خاص في مشوارك الفني. ان شاء الله ربنا يرحمه. اللهم امين. ويغفر له. الامام الصادق المهدي بداياتي جدا بعد ما خرجت من نجوم الغد انا مشيت وغنيت في دار حزب الامه. بعد كده قام يعني اتصل علي مدير مكتبه محمد زكي، وانا من هنا والله يعني بحيي اسرته ويعني بقول له ان شاء الله ربنا يصبرهم على المصاب الجلل ده. اتصل علي قال لي السيد الامام عايزك، وقمت انا مشيت وقمت لما قعدت جنبه كده وبصاده وقام قال لي جاب لي ورق، فطلع لي من الورق ده قصيدتين، واحده هي 12 مخصصة يعني للأنصار في الوقت ذاك، هم 12 نفر في 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 ميدان المولد اللي هي المعركة بتاعت المولد، وقصيدة للأستاذة الكبيرة روضة الحاج إن شاء الله ربنا يطلعها بالخير بتاعت أنا الغريبة كل الأرض تسألوني. فقام قال لي يا أخي أنا حابة إنه تلحن الأغنيتين ديل وتقومي تغنين، فقمت قلت له يعني ليه بس ليه بالتحديد القصايد؟ قال لي لانه واحده عندها واقع خاص للانصار والثانيه انا الغريبه تقدر بحس انه هو بيفتكر انه القصيده دي هي عامه لكل السودان ومكتوبه باللغه العربيه الفصحى وممكن تصل برا بطريقه اسرع. ف
فله الرحمه والمغفره. فمن الوقت ذاك يعني بقينا نحن متواصلين، ووريني يعني بقول لي يعني احنا يعني اداني دروس كثيره يعني. هو ما شاء الله كان انسان ملم سياسي وموسوعه كامله، فصراحه انا استفدت منه كثير جدا يعني، كثير جدا بالنسبه لحاجاتنا نحن ذاتنا موروثاتنا التراثيه انا استفدت منه. اكيد هو زي ما قلنا موسوعه. طيب نسمع حنسمع اغنيه يا منى، هي برضو سيره كلمات والحان هيثم عباس طبعا، لكن سيره غزل هي. نسمع. شوفي واحد زيه يا منى، ما بشوفي واحد
السلام عليك يا ميادة، تحية لك وللفرقة الممتعانة طوال السهرة. ربنا يكرمك يا ميادة. ميادة أي مبدع عنده رسالة بيأديها تجاه المجتمع بتاعه والعمل الخيري. أنت كثير بتقولي أنك أنت ما بتحبي تتكلمي عن العمل الخيري، لكن المبدع مفروض الناس يشوفوه لأنه قدوة. والله يا ميادة أقول لك حاجة، فعلا أنا في كل لقاء ما بحب أتكلم عن العمل الخيري، يعني أنا حقول أعد في الأعمال الخيرية كلها اللي أنا عملتها، فدي حاجة صعبة شديد. لكن يعني في بعض الأعمال الخيرية أنا بقولها يعني عشان الناس اقتدوا بها، مثلا زي كيس الصايم، زي أيامة الفيضانات ديكا، زي كده. ليه؟ عشان الناس يساهموا معانا. لكن برضو في أعمال كثيرة بس أنا ما حقدر أفصح عنها يعني. أكيد. طيب ميادة، أنت غنيتي للكاردينال وغنيتي للراحل المغيم ودي الجبل، دفعوا لك ولا شنو؟ أول حاجة يا ميادة، زي ما قلت أنت قبل سألتيني سؤال مهم شديد، قلت لي ميادة أنت بتحبي عمل الخير وكده. الشخصيتين ديل شخصيات يعني قدموا ما قدموا شئنا أبقى بينهم. كويس. الكاردينال ودي الجبل ربنا يرحمه وربنا يطراه بالخير، زول كان الاثنين يعني بلا فرز، والكاردينال ما زال بيقدم يعني ما لأني هلالة بيه يعني. كويس. والله ما لأني هلالة بيه بأمانة يعني، ما عشان أنا هلالة بيه، لكن أنا الكاردينال مشيت معه حتات كثيرة قدم فيها عمل الخير. والإنسان ده يعني الكاردينال زول خير يعني يعني بعدين يعني بيعطي عطاء بلا حدود. كويس. وعمل مستشفيات كثيرة بتاعت كلى، وعمل مساجد، وعمل حاجات كثيرة. ف من قديم الزمان يا ميهاد الغنى دايما بيكون للزول، المرأة اللي بتشوف فيه شنو يعني، بتشوف فيه فراس، اللي بتشوف فيه رجال، اللي بتشوف فيه حاجة كده يعني واجبة بيع. ف الحكامات اول النساء كانوا بغنوا حميرة وبرة والجود، كانوا بيغنوا للحاجات الزي دي يعني. ما حقول لك انا سلكت طريقه لكن الزول لو لقى حاجه شفت حلوه، ناس بيستحقوا انك طيب نغني يا مياده، بيستحقوا جدا. او ذكرتيني، انا طبعا كنت دايره اغني اغنيه مختلفه، لكن بما انك انت جيتيني للمحور ده انا حغني التقيل ضراي قبلي. Yeah.